لماذا تطلى الغواصات باللون الأسود؟ في بداية الحرب العالمية الأولى، تعرضت قوات الحلفاء خاصة بريطانيا وفرنسا لهجوم سلاح جديد قوي في الحروب البحرية، وهي الغواصات الألمانية. بقيت تلك الآلات المخادعة مغمورة تحت الماء، وهاجمت عدة سفن من الأسطول المعادي بسهولة. بدأ استخدام الغواصات سلاحا بحريا للمرة الأولى أواخر القرن التاسع عشر، حين لم يكن لدى أحد أي فكرة عن كيفية التعامل مع هذا التهديد الجديد. خلال الحرب العالمية الأولى ظهر ما يسمى بحرب الغواصات الشاملة، وهي نوع من الحرب البحرية مكنت الغواصات من مهاجمة سفن الأعداء وحتى السفن التجارية وإغراقها دون إنذار. تمتعت الغواصات بهذه الميزة غير العادلة فترة طويلة جدا. كانت سفن الأعداء والسفن الحربية الأخرى غير قادرة على مهاجمة الغواصات، وذلك لقدرتها على البقاء مغمورة تحت الماء فترات طويلة، وتلك هي الميزة الأهم للغواصات. ومع ذلك، لو صعدت الغواصة إلى سطح المحيط الواسع، قد لا تكون قادرا على رؤيتها من مسافة بعيدة، خاصة بعد غروب الشمس. هذا يتعلق أساسا بكيفية طلاء تلك الغواصات. لماذا تطلى الغواصات باللون الأسود أو الرمادي؟ تطلى الغواصات عادة بدرجة من اللون الأسود، والسبب الأساسي لذلك هو التمويه. عندما تكون على سطح سفينة حربية أو أي سفينة عادية، يسهل تحديد مكان كائن على سطح الماء، وتستطيع تحديد الأجسام والكائنات على بعد 50 ميلا باستخدام المناظير ذات القدرة العالية. أيضا، فإن جميع البوارج والمدمرات الحديثة مزودة بأجهزة رادار وسونار تمكنها من رصد السفن البعيدة. لكن الرؤية لن تكون بهذا الوضوح عندما يتعلق الأمر باكتشاف الأجسام الموجودة على عمق مئات الأقدام تحت سطح الماء. لدى الغواصات طريقة واحدة فقط لرصد الأجسام الأخرى تحت سطح الماء، وهي الملاحة الصوتية السونار. تصدر الغواصات باستمرار أمواج صوتية بينما تتحرك تحت سطح الماء. عندما تصطدم هذه الأمواج الصوتية بجسم آخر تحت الماء، فإنها ترتد عنها، ثم تقرأ الغواصة المرسلة الإشارات المرتدة فتحدد موقع غواصة العدو. ومع وجود تقنيات أحدث تدعم هذه العملية، يعد السونار الأكثر موثوقية، لذا تستخدم هذه التكنولوجيا الأكثر شيوعا لرصد الأجسام المغمورة الأخرى من داخل الغواصة وتتبعها. قدرة الغواصات على الهجوم والتخفي بعيدا عن الرؤية والتوربيدات وصواريخ سفن العدو يجعلها سلاحا فعالا في الحرب البحرية. نظرا إلى أن الغواصات مصممة للعمل تحت الماء، فليس لديها ما يكفي من الأسلحة للدفاع عن نفسها ضد الهجمات عن سطح البحر. لهذا، من المهم أن تبقى خفية عندما تصعد إلى السطح أو عندما تبحر تحت سطح الماء مباشرة. لذلك تطلى الغواصات باللون الرمادي أو الأسود لكي تتماهى مع محيطها. أيضا، تفضل الغواصات التحرك ليلا حتى لا يمكن رصدها بسهولة. اللون الأسود ليس اللون الوحيد للغواصات. مع أن اللون الأسود أو الرمادي الأكثر استخداما للغواصات في جميع أنحاء العالم، تطلي بعض البلدان غواصاتها بألوان مختلفة لأسباب أخرى. مثلا، الغواصة الكورية الشمالية مطلية بلون أخضر، هذه التي تظهر أمامنا. كذلك تطلى غواصات بعض البلدان الأخرى مثل إيران وإسرائيل باللون الأخضر، لأنها توجد غالبا في المياه الضحلة قرب الساحل. في هذه الحالة، يمثل اللون الأخضر تمويها أفضل. لاحظ أيضا أن الغواصات لا تستخدم في العمليات العسكرية فقط، بل قد تستخدم في بعثات الاستكشاف والبحث والإنقاذ في أعماق البحار. هنا لا يعد التمويه مهما، لذلك قد توجد الغواصات بألوان مختلفة. إذا كنت تخطط لصنع غواصة واستخدامها للقيام بمهام استطلاع أو مهاجمة سفن العدو في المحيط، يجب أن تفكر في طلاء غواصتك باللون الأسود، لأن ذلك يمثل وسيلة حماية لها إضافة إلى قدرتها على الغوص.